افتتحت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فعالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وفي كلمته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال إن هذا اليوم يمثل مناسبة سنوية مهمة لتذكير بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف. وللمزيد عن هذه الفعالية وافتنا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم بهذه الرسالة من داخل مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. بعد التحية نتابع معكم من مقر جامعة الدول العربية الاحتفالية التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي أقرته الأمم المتحدة في القرار الصادر في عام 1977 في إطار البرنامج الإعلامي للأمم المتحدة والخاص بقضية فلسطين لتوعية الرأي العام بهذه القضية. انطلقت هذه الاحتفالات بحضور المندوبين العرب لدى جامعة الدول العربية إلى جانب سفراء وممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية وعدد من الشخصيات العامة. وتضمنت هذه الاحتفالية كلمات تضامن من المندوبين لدى جامعة الدول العربية تضامنا مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، إلى جانب أيضا افتتاح معرض للوحات التي تعكس القضية الفلسطينية. بتأتي أهمية هذه الاحتفالية والتي تقام سنويا في جامعة الدول العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على مركزية هذه القضية، إلى جانب أيضا الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وأيضا إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وفق مبادئ القانون الدولي. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.